فيما يخص إجراءات المسجلة لحد الساعة بعد تم التبليغ عن غريقين خلال نهار أمس على مستوى شاطئ خروب المعروف بشاطئ سيد المجدوب. فورا تم تجنيد فرقة للغطس وفرقة للبحث السطحي على مستوى الشاطئ، وذلك نظرا لحالة البحر اللي رانا نشهدوا فيها بحرها جد هائج. يعني عملية البحث راهي عملية الآن عملية بحث سطحي للمراقبة في حالة خروج جثتين الضحيتين، مع وجود غطاسين وسيارة إسعاف في عين المكان حتى يتم العثور إليهما عليهما إن شاء الله. رحموا الغابتين فيهم، راحوا هذوك زوج تما الثالث فيهم راه يسلكهم مين احنا شفنا السي ديريش ما جينا لحقوا عليه وكاع صاير سمنا هذوك زوج راحوا والله غالب جاب بحال شنو اي واحد فينا حتى هما تكسريت كيف هذا البحر لقدنا هذاك الثالث وما جينا نروحوا لحقوا على هذوك زوج توالا صرنا عمرهم.